سمعتها وربع. يا ولاد، انت كنت بتقول بس ايه يا الحمد مش؟ لله. اقول اقول يا مس، ماذا كان سيحدث اذا لم يامر عثمان بن عفان بكتاب القران الكريم في مصحف واحد؟ كان الناس كانت لم يتوحد قراءة القرآن في كل قبائل العرب وبلاد الفتوحات، ولم يتم توزيع القرآن في جميع البلاد الإسلامية. وكان الناس كانوا سوف يختلفون في قراءة القرآن الكريم. برافو عليك. لا، اختلف الناس في ايه؟ اختلف الناس في قراءة. برافو عليك. اختلف الناس في قراءته، ولم تتوحد قراءته بين كل العرب والبلاد المفتوحة. برافو عليك. اختلف الناس في قراءة القرآن، ولم تتوحد قراءته بين كل القبائل والبلاد المفتوحة. برافو عليك. ماشي. ايه محمد عمرو؟ يا محمد معاذ عماد، نفسي اسمع صوتك يعني، بقى كتير قوي بسمعش صوتك يعني. معاذ عماد، سمعني يا معاذ؟ طيب مثلا انا برضو ما جاوبتش طول الاسئله دي. كنت لسه هندع عليك يا مستر. لم ماذا إذا مصطفى لم ينشئ الخليفة عثمان أسطول؟ يلا مصطفى، سكبت ايه تاني؟ لم يتم تأمين حدود الشام ومصر. برافو عليك، من هجمات الروم. برافو عليك. لم يتم تأمين حدود مصر والشام من هجمات الروم. جميل، اكتبوها لو سمحت. بعد ما كتبت تكتب يا علي، قول لي السؤال يا علي. ايوه بس ماذا كان يحدث اذا لم ينشئ خليفه عثمان بن عفان اسطول بحري؟ قلناه يستكمل خليفه عثمان بن عفان الفتوحات الاسلاميه، لم يتم تامين الدوله الاسلاميه شمالا وجنوبا وغربا. ولم يكسر الخلفاء عهد. برافو عليك. يبقى لو لم يستكمل الفتوحات، لم ممكن كمان نقول يا هو لم يفتح ارمينيا ولا افريقيا ولا بلاد النوبه، ولم يكسر الخلفاء عهد، يعني هعكس النتائج. هعكس النتائج. برافو عليك. هقولهم تاني لو حد ما هيشك. سؤال اتنين، لم يتم تأمين حدود الدولة من ناحية الشام، أو لم يتم صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. سهلة، لم يتم صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام. والتانية، لم يتم فتح أرمينيا شمالا ولا النوبة جنوبا ولا إفريقيا غربا، ولم يكسر الخليفة عهد، وعكس النتائج. بقيت الصفحة واجب، تمام كده؟ بقيت الصفحة دي تبقى واجب. طب يمشي الأسئلة بتاعة التميز نحلها ولا لأ؟ يعني هي كده بقى إيه يا رنان؟ يعني أسئلة التميز بعديها على طول؟ في حاجة تاني بعديها ولا خلاص كده دي واحدة بس؟ لا، اللي هي بتقول عبارة دي سؤالين وبعدين أسئلة التميز. أنا فاهمة، أسئلة تميز صفحة ولا صفحتين؟ عندي صفحة ونص. صفحة ونص. أنا لو اديتك الوسط عشان تشير المنشور ده هيقف. المفروض اديتك الشير الأول. في طريقة مثلا حضرتك تديني إن أنا أشير بس بدون ما أخد الفلوس تقريبا، لما اشوف نفس فكرة الريكورد. ما هو مكتوب قدامي نوت هوست او ريمون الاوت ريكورد الاوت، مفيش ان انا اديك. طيب لا، هو الشير سكرين في الغالب بيبقى من 3 نقط، مش هو واحد بتوعيه يعمل شير سكرين، في 3 نقط كده، وبعدين allow participant to share screen. اضغط فين؟ اضغط على الشير. لا، حضرتك خش على participants، وبعدين المفروض في 3 نقط
هيكونوا موجودين تحت على اليمين على طول. أنا والله ما أفرق. وهتلاقي يتوقع منها شيء لو ليهم إن هم يعملوا شير. هو قدام هي بيقول لك مفيش أسكتو ميوت ميوت بتسمين الله بكتو. طيب مش مشكلة، استنى نوقف ال سجلها انت دي. طب يا طيب مس حضرتك وقفي الشير ثواني. حضرتك دلوقتي ظهر لك حاجة اسمها سكيورتي. تمام، دوس على الشرطة اللي هي اللي فوق دي، اللي هي عاملة سهم لفوق كده. ما دوس عليها. هو استنى مكتوب شو السكرين. ماشي هو كلكم تقدروا تشير. شير انت بقى يلا صح كده. جات لك تقدر تشير. ايمس طب يلا وريني كده القطع اهو. اللي عندك. اهو يلا. طيب دي قلناها قبل كده، اول واحدة دي قلناها قبل كده. اول واحدة قلناها. هنشوف كده مين هيعرف ايه. ايه هدي برضو قلناها قبل كده. هدي نفسها. ده فيها نقط، في حروف، في يعني هو تقريبا جايبها بنقط ومن غير نقط. دي احنا قلناها قبل كده نفس. ايه اي هل تعرف ان العرب ان النقاط تم اقتراحها العرب وليس العجم؟ انها كتير بتتكرر اصلا قدامي. هو ما فيش غيرها اللي مفيش غير. لا في اهي واحدة اهي، هاي الغامقة في النص دي اهي. دي دي يا صقرة دي. لا ده فيها حروف، فيها حروف، فيها نقط، قصدي فيها نقط. شلون كلهم فيهم نقط ولا ايه؟ لا في واحدة هي مكتوبة على كراسة من غير نقط، شايفها؟ في الجنب دي. دي لا هناك خالص، ناحية هناك، الناحية التانية، الناحية التانية هناك خالص، زي مكتوب على الكراسة. أي دي اللي جنبها، اللي جنبها بقى. اللي جنبها. حاضر. لا دي فيها نقط برضه. أيوة دي مش هي فيها نقط يمس. فيها نقط برضه. طب أضيف لي النقط. طب اللي تحت دي أنا دي ما دي نفس الكلام يا جماعة. في مكتوب عندك في هناك. أيوة دي مكتوب عليها. لا ده كلهم، ده كلهم بنقط، ده كلهم فيهم نقط، فيهم نقط يا يوسف. لا والله كده جمل عربي بدون نقط. لا بس فيها أنا موجودة كل ما ثواني كده. حاجة الأهم. بس يبقى بقية تدريبات الدرس واجب يا أولاد. هي ورقة صفر هحلوها، نبقى راجعها. اللي ما يعرفش حاجة يسيبها، أنا هحلها معاكم الحصة الجاية. ما اللي فوق دي جت من غير نقطة. ويقرأناها قبل كده يا مس. هذا الهمزات. طب ايه اللي هو كاتبه ده؟ في كائن
العربي هو يا مس بس بدون نقط، بس الجمل اللي هم عاملينها. ايه طب اقروها دي، ايه دي مكتوب ايه؟ مكتوب ايه هنا؟ اقروها دي، سأوفر، مش عارفين تقروها؟ سأوفر وقتي مستقبل صح، وقت وأكتب بلا اكتب نقاط. بلا نقاط، يعني بقى هوفر وقتي بقى بعد كده واكتب من غير نقط. حلوة دي، دي كتبت لك، ها كتبت لك سكريبت سكريبت، نقوم بهذا الأمر. تقوم بهذا الأمر، ماشي سكريبت. طب دي سلعة و شغلها سلعة و وإيه؟ شغلها شغلها شغله. مش عارفة ما يريد تحويله، وتستطيع وتستطيع التنظيم بالتنظيم، لا دون تشكيل بدون تشكيل أو نقد. أو تنقيط أو نقد. هل من طريق كله بالحروف بعد كده، بالنقاط بعد كده. يا مس انا جبت انا قطعتين وامسح النقط بتاعهم ثواني وابعثهم لحضرتك. النقاط بتاعتهم صحيح، وانت ممكن تشاري برضه. ايه في انت الشركة ده؟ شوف النادي. حاضر منها يعني انت تمسح النقط بتاعتهم عندك، يعني هو جايبها لك كده الإمكانية دي ولا هي موجودة كده؟ يا مس، انا جايبهم قطع عاديه همسحهم عندي ثواني وهعمل شيرة. بتقول يعني عادي يعني. الواجب لغاية يعني مش هناخد أسئلة التميز. لا انا قلت كله بقى، يعني الباقي من تدريبات الدرس حتى الاصفر، والمره الجايه انا احل معاكم تاني لو في حاجه مش عارفينها، عشان ساعات بتبقى اسئله صعبه شويه. طيب حلو، تدريبات الدرس بقى كلها بقى. يا بقى رنين. يعني ندى احمد مش بتحضر، عندها امتحانات ممكن في المدرسه الايام دي. يلا يا بنات. حلو دي، ان انا اخليكم تشيروا دي. يلا يا رينات. ماني بس لسه مسحتهاش كلها. ماشي. يلا قطعة كبيرة ولا ايه؟ دي بتمسح النقط ازاي يا رنان؟ ده بتروح على نفس البرنامج عندي بتاع رسم. اللي هو اللي هو اسمه كده اسكانر ده.
ماشي روح يلا واضحة يلا أحب الله وخالق الشمس والقمر، أحب أحبابي أبي وأمي أمي وكل كل الناس كل البشر وكل كل البشر كل البشر، أحب وطني وأحافظ على مدرستي، أفعل الخير الخير الجبر وأساعد الفقير الخير وأساعد الفقير. بس سهلة جميلة أنا ممكن نكتب كمان خير يلا في يوم العالمي اليوم للغة العالمي العربية يحتفل معه أهلنا للغة العربية نحتفل مع نحتفل مع إيه؟ محبيها نحبيها محبيها محبيها والمحدثين متحدين بها والمتحدثين بها رسالة يمكن قراءتها برسالة يحتفلوا يمكن بالنقاط قراءتها حتى دون نقاط طب دي إيه محبينها ولا إيه؟ دي إيه دي يا رينات؟ والمتحدثين بها. والمتحدثين بها تمام والمتحدثين بها عندك تاني؟ لا أدول بس ماشي حلوين دول ماشي يلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.